اخوان السلام عليكم. اليوم غنعطيكم واحد الفوائد في الفيديو مهمه، بزاف ديال الدراري ما عارفينهاش. والمشكل الاخر هو ان بزاف ديال المربيين اللي قبل مني وحسن مني ما كيبارطاجيوش هاد المعلومات، ولكن اخوكم حماده غيبارطاجي وغادي نعطيكم هاد النصائح. المهم هاد الفيديو راه ما فيش اشهار، هاد الشيء اللي غنوريكم دابا راه ماشي اشهار نهائيا. غير هذا راه كيعتشق من بزاف ديال الامراض، انا راه كيعشقني في الطويرات ديالي وعشق ناس قبل مني، وهذا مجرب جرب شو مئات المرات وعطاوه ليا ناس جرب شو عاد باش كنبارطاجيه معاكم. وشحال من واحد ما كيهضرش على هاد الدواء هذا، وهذا قسما بالله ما اشهار. خلي لكم هاد المعلومه الاخوان. بالنسبه لهذا سميتو الباس، كيتباع مثلا عندنا في المغرب في كازا، ولكن عند ناس محلات اللي خاصين بالدواء كيتباع تقريبا كان كيدير 12 درهم، وفي زمن كورونا ولا كيدير 20 درهم، 20 درهم 18 درهم على حساب مول الحانوت شنو بغا. هادي اول حاجه. الخوش الطريقه ديال الاستعمال، وعاد باش غنهضروا على الامراض اللي تقدر تستعمل فيهم هاد الدواء هذا. كاينين دوايات اخرين ولكن هذا كيعشق. كاين دواء طبيعي تنخدموا بالدواء الطبيعي، ولكن هذا ملي كنشوفوا الطير حالته مازمه. الامور سهله بالنسبه للدواء الاخوان، باش نشرحوا نتوما شفتوه دابا غادي نهضروا لكم. بالنسبه للناس، الناس اللي عنده شي طويره شي طير ولا جوج، ياك مثلا عينه كتحمر ولا كتدمع يستعمل عليه بهذا. العين داك يطير منها الريش من الجناب، اوكي داك هذا المرض الله يستر ولا لا يسلط على شي واحد، سميتو كوكسيديا. اولا تشخيص المرض، هاد الدواء تيلاق الكوكسيديا او نسيت شالا. المهم ما علينا الدراري، العين كتدمع اولا كتحمر كيليق لها هاد الدواء هذا. الريش بدا كيطير من الجناب ديال العين، يستعمل هاد الدواء هذا. تكوبيره بلا قياس، لكن بعض المرات الطائر وسط النهار وسط اليوم كينعس، امور عاديه ان الطائر ينعس وسط النهار، ما كاينش غرامه المشكل ان الطائر ينعس وسط النهار. غير هو كنقولوا تكوبيره على طول النهار كتمشي تستعمل هاد الدواء كتزرب عليه في البدايات ديالو. بالنسبه لك كان كي بزاق او البزقه ديالو جاريه عليك بهاد الدواء هذا، عليك هاد الدواء هذا. هادي الاولى، هادي الاولى والحاجه المهمه. المهم هادو هما الامراض الغالبيه اللي تيكونوا، يعني شي ميبقاش ياكل بزاف شي بزاف تيبان لك بحال فيه الموت بحال بحال هاكا كتستعمل هاد الدواء هذا. دابا عطيناكم الامراض اللي كيبانوا لك تكوبيره هادشي. المهم سمعتوا مزيان، دابا غندوزو لطريقه العلاج. الا بان لك الطير في البدايات ديالو بحال هكاك، بان لك واحد يومين كيدير بحال هكاك ولا نهار، غتزرب عليه بهاد الدواء كدير ليه تريطمون ديال 3 ايام. تريطمون ديال 3 ايام شنو تدير؟ كتجيب موس، هذاك الرويز ديال الموس الماضي شويه ديرو في الشرابه، حرك الشرابه وحط. ولا كانوا عندك بزاف ديال الطويرات كديروا بجوج اترو ديال الماء، يعني هاد الخنيشه كتجي بجوج اترو ديال الماء كديرها فيهم وكتعطي للطيور القياس. ماشي ضروري تكثر ليهم بزاف، ولكن تعطي للطيور ديالك القياس راه مهم ضروري الاخوان. كيف ما قلنا 3 ايام ونهار راحه. الا بان لك الطير مازال خاصو واحد شويه، لكن الطير اللي كيكون المرض ديالو شد فيه تعطل شي عليه باش طريطيه باش تخدم معاه، كتزيدو 3 ايام اخرى وتعطيه نهار راحه، بالك بخير بالك بخير. داكشي اللي بغينا، ما بانش لك زيدو 3 ايام اخرى ولا يومين، هو الماكسيموم 6 ايام. كان شي واحد عنده شي حاجه بحال هكا اكثر من 6 ايام يقول لنا. المهم الحمد لله عمري ما فات 6 ايام، كاين اللي 3 ايام يومين كيولي بخير. من بعد ما كتسالي له التريطمون وكتعطيه نهار راحه، كتعطيه يومين ديال البكتيريا النافعه حتى هي كتشبع. راه رخيصه ما تخلعوش الدراري تسمعوا الدوايات وتخلعوا، كدير شي كتاخذ فيها العبار اللي بغيتي. المهم انا كناخذ العبار مزيانه كل شنو شي ياخذ، انا كنهضر على تزريبشي. يومين ديال البكتيريا النافعه، نهار راحه، كتسالك نهار راحه كتعطي يومين ديال الميلشي في طعم. يبان لك الطير تبدل بحال لك انت كتكذب عليه، يعني ما عندكش غرام ديال المشكل. اوكي هذا هو البلان، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا الاخوان. يعني هذا هو البلان، ولا الطير بخير ولا كان طير منك بزاف، من الافضل انك تعزل، من يفضل انك تعزل الطير على باقي الطيور من الافضل. اما الناس اللي كيكون عندهم التربيه الجماعيه راه كيداويو كلشي، اللي مريض واللي ما مريضش
كلشي كيداويو. هذا هو البلان، نتمنى انكم استفدتوا. الى استفدتوا بارطاجيو الفيديو، ديروا ابوني في لاشين بروجولا ولايك، وبارطاجيو الفيديو مع الدراري باش يستافدوا. دخلوا الجروب ديالي غادي نخليه لكم، هاهو تلقاوه في الديسكريبشن. ومرحبا، واللي بغى يتواصل معايا النمره ديالي 0690139090، خلي لي ميساج في واتساب، والوقت اللي ساليش كون اكيد غادي نجاوبك. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا الخوش، دعاو معنا دعوة الخير، الله يسهل عليكم، السلام عليكم.